هل مية البصل بتعالج التهاب الأذن عند الأطفال؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مرة تانية على قناة عيادة الأطفال. معكم دكتور يوسف أوضة، أخصائي طب الأطفال وحديث الولادة، في حلقة جديدة النهاردة على قناة عيادة الأطفال. ومن خلال الحلقة هنجاوب على السؤال المهم ده. ده يمكن من الأسئلة الغريبة اللي وصلت النهاردة على قناة عيادة الأطفال من خلال قسم التعليقات على الفيديوهات، وحبيت أتكلم عن الموضوع ده لأنه تلاقيته موضوع غريب شوية، وهو وضع مية البصل بالنسبة للأطفال أو الأطفال اللي عندهم التهاب في الأذن الوسطى. يا ترى وضع مية البصل ده فعلا ممكن يعالج التهاب الأذن الوسطى ولا لا؟ قبل نتكلم عن موضوع مية البصل، يا ريت إن شاء الله تتابعونا لغاية نهاية الحلقة عشان نتعرف على الموضوع ده وحقيقته، هل هو فعلا له أساس علمي ولا ملوش أساس علمي. من الأسباب اللي بتعمل التهاب في الأذن الوسطى عند الأطفال حاجات كتيرة جدا، ممكن نزلة البرد، التهاب البكتيري، التهاب الفيروسي، أي حاجة ممكن تعمل التهاب في الأذن الوسطى عند الأطفال. والأعراض بتظهر في صورة وجع أو ألم في الأذن، وكمان ممكن يكون في ارتفاع في درجة الحرارة، وكمان الطفل ممكن يكون عنده صعوبة في البلع أو ألم أثناء البلع، وكمان الطفل ممكن بيعيط كتير جدا و ما بينامش، وبالتالي الأم بتنامش بتكون عصبية جدا والطفل تعبان، وطبعا وبتدور على حلول لمشكلة التهاب الأذن الوسطى عند الأطفال. الحقيقة طبعا احنا التهاب الأذن الوسطى ده من الحاجات اللي هي بتخف من نفسها خلال يومين ولثلاث أيام، يعتقد وقت قصير خالص وتخف لوحدها، ولكن لو احنا صبرنا عليها ادينا لها الطفل مضاد مسكن للالم زي الايبوبروفين او البارستامول، دول من الحاجات اللي ممكن بتقلل الالم بتاع التهاب الاذن الوسطى. ما نستعجلش وندي مضاد حيوي للاطفال، لانه طبعا ان هو مضاد حيوي كويس ولكن لازم يتعطى بجرعه معينه وبطريقه معينه. عشان كده الطفل لو هو تعبان لازم على طول يروح للدكتور يبص عليه، ولو هو محتاج مضاد حيوي او حاجه لالتهاب الاذن الوسطى احنا الدكتور بيكتبها على حسب الجرعة والوزن بتاع الطفل. الطفل ممكن يحتاج المسكن زي ما قلنا، وممكن يحتاج يعني المضاد حيوي، ولكن المضاد الحيوية ممكن يكون لها تأثير سيء على الأطفال، وبالتالي احنا لازم نصبر وندي العلاج لمدة 3 ايام. بندي المضاد الحيوي لو الطفل اقل من 3 سنين، وكمان لو احنا شايفين هنا صديد نازل من الأذن بتاع الطفل احنا بندي مضاد حيوي على حسب طبعا الحاجة المناسبة للطفل. كتر استعمال مضاد حيوي في غير مكانه اللي هو الأبيوز للمضاد الحيوي ممكن بيعمل مقاومة ضد المضاد الحيوي، بالتالي بيأثر على المناعة بتاعت الطفل. لذلك احنا بنحذر وبننبه ما تروحيش الصيدلية تشتري مضاد حيوي او تجيبي حقنة مضاد حيوي للطفل بدون ما الدكتور يكون كشف عليه. ابدأي الاول ان انت تديله مسكن وخافض حرارة. من الحاجات اللي ممكن بتعالج برضو التهاب الأذن الوسطى هو النقط بتاعة الأنف، بس الإسراف فيها كمان ممكن يعمل مشاكل، عشان كده لازم نختار النقط بتاعة الأنف أو حتى السبراي البخاخ بتاع الأنف يكون مناسب للطفل، عشان الاحتقان اللي موجود في الحلق هو اللي بيزود التهاب الأذن الوسطى. كمان نقطة مهمة اللي هي نقط الأذن. نقط الأذن طبعا من الحاجات فيها مسكن وبالتالي بتقلل الوجع بتاع الأذن الوسطى، ولكن الدراسات بتقول ان هي يعني يمكن بتخفف بنسبة 1 أو 2% بس. عشان كده برضو نقط الأذن ما بنستعملهاش كتير في التهاب الأذن الوسطى، وحذاري ان احنا نحط نقط الأذن يمكن بتكبر من مشكلة لو الطفل عنده نازل صديد، يعني الثقب موجود فيه ثقب في الطبلة وبالتالي صديد نازل من الأذن الوسطى زي ما انتم شايفين في الصورة دي. عشان كده ما ينفعش ندي نقط أذن للأطفال في الحالات دي لأنها ممكن بتزود المشكلة. الثقب بتاع الأذن ده ممكن بيخف خلال يوم أو اتنين أو تلاتة، يعني بياخد وقت قصير جدا وبيخف، فأنت ما تلاقيش وقت ما تلاقي إن فيه صديد نازل والدكتور بيكتب العلاج المضاد حيوي أو علاج للطفل، الطفل بياخد العلاج وبخلال أيام قليلة بنلاقي إن الثقب ده بيقفل والأذن بتاعة الطفل بتتحسن وتبقى كويسة. عشان كده لازم يكون في حكمة في استعمال الأدوية عشان نعالج التهاب الأذن الوسطى عند الأطفال. نيجي بقى للنقطة المهمة بتاعت حلقة النهاردة، وهو مية البصل هل هي مفيدة للأطفال ولا لا؟ مية البصل يمكن من الحاجات اللي هي فيه ناس وجدت ان هم في ناس كتير قوي بيستعملها، بتحط مية البصل في الأذن بتاعت الطفل عشان تشيل الالتهاب،
ولكن انا بحثت في الموضوع وقلت لازم ادور وابحث هل له اساس علمي ولا لا. من خلال البحث عن الموقع بتاعنا ده اللي انتوا شايفينه، الموقع ده موقع مهم جدا جدا، يمكن معظم الاطباء يعني بياخدوا منه المعلومات بتاعتهم، ويعتبر مرجع لمعظم الاطباء على مستوى العالم. ووجدت ان هم كاتبين ان هو في بعض اللي هو الادوات او الطرق لتخفيف التهاب الاذن الوسطى، وهو وضع مية البصل وبعض التراديشنز، الحاجات اللي هي المعتقدات والحاجات اللي ممكن الناس بتستعملها. ولكن يمكن زي ما انتم شايفين كده ان هو ليس له اي اساس خالص من الصحة، ما فيش اي ابحاث علمية دلت وقالت ان احنا نحط مية بصل في الاذن بتاع الطفل عشان بتعالج التهاب الاذن الوسطى. عشان كده لازم نكون واخدين بالنا كويس قوي 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 ان احنا نعالج الاذن كويس قوي، وما نمشيش ورا المعتقدات والحاجات اللي هي ملهاش اي اساس علمي، ما فيش اي ابحاث تمت على الحاجات دي، وبالتالي النتائج بتاعتها مش موثوق منها، وبالتالي ممكن يعني لا ممكن تؤدي لمشاكل في الاذن عند الاطفال. ده كانت إجابة لسؤال النهاردة، أتمنى يكون السؤال مفيد والإجابة بتاعته مفيدة. وإن شاء الله تابعونا على قناة عيادة الأطفال، ما تنسوش 3 حاجات. أول حاجة نعمل لايك للفيديو ونعمل شير له. الحاجة التانية نعمل سبسكريبشن في القناة. الحاجة التالتة كل الناس اللي حابين يدعموا القناة ماديا، روابط دعم القناة في صندوق الوصف بتاع الفيديو بتاعنا. أتمنى إن شاء الله دايما تكونوا معانا على قناة عيادة الأطفال، وتشاركوا الفيديوهات وتتابعوا موقع عيادة الأطفال. كل الموضوعات اللي ممكن تدوروا عليها تلاقوها في موقع عيادة الأطفال kidsclinic.net. إن شاء الله يمكن أنا حاطط موضوعات مهمة جدا جدا، ويمكن كل الناس الحاجات اللي كلكم بتفكروا فيها أنا حاططها في الموقع ده. تحياتي لكم، كنت معكم دكتور يوسف أوضة، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.